سلام عليكم السلام عبد الله سعيد حبيبي تي تري جونتي حبيبه ديالي شكرا واو عجبني بزاف بزاف كي حمق سلام بابا سلام ماما سلام حبيبه ديالي لا بس كل شيء بخير الحمد لله شوفي باباك واش مجابني بخير شوفي باباك واش مجابني اوه زوين بابا ندد دخ صراحة سهل جابوا لي يعني بمناسبة عيد الميلاد ديالي الكلوغ ديالي زويني بصحة وراحة ماما ميرسي حبيبة ديالي ماشي الرجاء الدروس ديالي وراحة حبيبة ديالي خذي راحتك شكرا لكم دار كبيرة زوينة ولا كانت خانزة شومة أنا من يوم لهذا الدار أنا هنا غير باش نهتم بالجمال ديالي واش انت زيد نفس الدار ما كتعرف دير والو انا مالي مال الدار هذا ماشي شغلي انا خصني دار مكتوبه لي القريده باش نجيب شي نقطه مزيانه شوف انا غادي نلقى نحل هذا المشكل انا فكرت مزيان وقررت باش اننا نبقاو خدامه لهذا الدار
اشنو بان لكم؟ هذا هو الحلم ماما، خصنا باش اصلا نديها في كتبانا ونقريتي انا نهتم بكتبانا ولا بالجميع ديال الدار. عطيني لك التليفون. الو؟ وعليكم السلام، واش عيشة هادي؟ عيشة كي دايرة بخير؟ لاباس الحمد لله، كيف دايرة انتيا؟ كيف دايرة بخير؟ اش راكي تعاودي كي دايرة امورك هانية؟ ربي يخليك. قولي لي عيشة الله يجازيك بخير، بغيت شي خدامة لأنني أنا محتاجة ليها، عرفتي الدار حالتها حالة وبغيت خدامة ضروري. قولي أميرة لا أميرة، بغيت نتاع راسي وعينيا. واش نعول عليك؟ صافي قولي هاني غدا إن شاء الله هاني عندك. صافي شكرا بزاف. المهم غدا ان شاء الله راني نتسناك. راك عارفه واش علاش كدير في وقت الحايل. الله يخطيك عليا. شكون؟ السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام لالا. لاباس لاباس الحمد لله بخير الحمد لله بخير. شكون انت لالا؟ انا عيشة السمسرة عرفتيني؟ كنسمعي بك. سمعتي خير قلتي بك تحطي بنيتك تخدم؟ اييه. قالت لك شي ناس لاباس اليوم في الدار. في بلادي؟ لا في الدار البيضاء. مزيان. لاباس اليوم. كاين شي فلوس؟ عطا الله الخير. غادي يطلعوا فيك ويطلعوا فيك الدنيا. مزيان. ايوا شي فلوس راه كاينه مزيان. لا لا عطا الله الخير وراه باغي يلعب ان شاء الله. ماشي مشكل راه غادي الفلوس نشوفها. صافي هاك. سيري لعب. البيضاء. سلام. صافي سيدي. نعود عليه. ودابا ايوا صافي نعود. دابا ما عندي ما تسال. غدا تكون البنت واجده. ان شاء الله يلا الله يهديك. غدا تجي عندي بحال هاد الوقيته تلقاي البنيه واجده صافي. صافي ان شاء الله. الله يعاونك يلا. الله يعاونك. الله يعاونك. واخا خدمة. انا ما ضربتش ليك لاباس. انا غادي نشوف لك انا الاخبار. ياك لاباس الله يسمعنا اخبار الخير. ها انت تعالي. نهار عارفة أنا بالو ليا فلوس جبنية عجب ليها الله فين تخدم؟ وعلاش تخدم؟ السيدة جابت ليا العقول وغاتمشي للدار البيضاء وتهضر فيها الناس على سلام طيح الله في وجهنا. سعديه اجي دير مولاي سعديه خوتي هذا الشيء سعديه جيبي